الحقائق أمام الجميع. فيزيكلي يعني. هل أنت بدك تطبق الدستور الأول أو الدستور الثاني؟ خليكم معنا. عودة لمتابعة ترانزيت، وانضم لنا رمزي خوري مدير مؤسسة بينا للإنتاج. أهلا وسهلا فيك رمزي. طبعا هاي الشركة عملت سلسلة سليبلس إن غزة أو أرق في غزة، سلسلة بتعرض ليوميات أربع فتيات فلسطينيات مسلمات ومسيحيات. أول شيء شو الهدف من هذه الفكرة؟ في تحديات كتير بتواجه فلسطين. التحدي الأكبر أنه إحنا دائما موجودين على الإعلام، بس ما قادرين من خلال الإعلام أن نوصل إنسانية الإنسان الفلسطيني وخاصة للغرب. هذا المشروع أصلا انعمل الهدف منه الوصول إلى الغرب، الوصول إلى السوق الأمريكي، الوصول إلى المشاهد الأمريكي اللي عماله بشوفنا على الأخبار، لكن الأخبار ما عم بتوصل إنسانيتنا. الأخبار بتروح بتغطي لها شيء انفجار، بتغطي لها شيء مشكل هون أو هناك، أو السياسيين، لكن هيدا الإنسان الفلسطيني ما وصلت إنسانيته إلى الغرب. أوكي، هيدا تحدي. في تحدي تاني الكل بواجهه، مش بس احنا في فلسطين، اللي هو الشباب اليوم ما عم بحضر اخبار، ما مهتم بالدوكيومنتريز. وفي شيء صار كمان في الاعلام العالمي فيما يتعلق بفلسطين، انه بعد 60 سنة من الاحتلال نجات، زهقت الناس. لسه بعد بدك تقول لي عن فلسطين؟ خلص زهقوا الناس اللي برا، يعني بمعنى الرأي العام الغربي، الرأي العام الغربي خاصة اللي هو غير معني بشكل مباشر في القضية الفلسطينية. مثلا هلأ ممكن بلشوا يحسوا لأسباب سياسية أخرى مثل الامتداد الإسلامي في العالم إلى آخره، لكن بحقيقة الأمر هم بعادي كتير عن هاي القضية، وصاروا 60 سنة بيسمعوا فيها، وبالفعل صار في شيء من اللامبالاة إذا بدك. وهلأ تعطي فكرة مختلفة عن الفلسطيني اللي هي دايما موجودة، يعني في فكرة مسبقة عن الفلسطيني بالعالم، في فكرة مسبقة عن الفلسطيني. ممكن إسرائيل لعبت دور كتير كبير بأنها تصنع هاي الفكرة، لأنه هن كتير أشطر منا بالإعلام وكتير أشطر منا بالاتصال. وبتعرفي أنت تشكيل الرأي العام مش بس من الإعلام، كمان في وسائل أخرى مثل الشبكات الموجودة على الأرض، المؤسسات الموجودة على الأرض. على كل إحنا قلنا في عنا هاي المشاكل، يعني يا منيجي بطريقة جديدة اللي نقدر نخترق هيدا الجدار اللي اسمه جدار ممنوع فلسطين إذا بدك. كيف بدنا نخترقه هيدا؟ بدنا طريقة جديدة، بدنا نيو فورمات. إجينا قلنا أوكي، بدنا نعمل شيء اسمه رياليتي فيلم. الرياليتي فيلم is not a reality show by the way. It is not، يعني لما نيجي يعني نحكي على فيلم حقيقي، يشبه تلفزيون الواقع. لا، هو واقعي ولكن مش تلفزيون الواقع. تلفزيون الواقع الكاميرا شغالة طول الوقت وعم بتفرجيكي لا شيء تقريبا. احنا لا، احنا قلنا لا، احنا بدنا نوصل الواقع وبدنا نضمن انه هيدا هو الواقع. فقلنا ما في عنا احنا سكريبت ولا سيناريو ولا في عنا ممثلين وما في تدخل مباشر. انا المخرج تبع المشروع، ولا مرة كنت انا موجود على السات، ولا مرة أنا وقفت، لأن المخرج على السات شو بعمل؟ بيجي بقول stop I don't like it، عيده من أول وجديد، أو ما تحكي هيك بدي إياك تحكي هيك. ما كنت موجود على السات. إحنا شو عملنا؟ إحنا قلنا في عنا أربع بنات موجودين في الضفة الغربية، وعنا ثلاث بنات موجودين في غزة at a time. الكاميرات حتلحقهم هيدول وحترجع في مادة. أنا كمخرج بنقي شو المادة اللي بدي إياها، بعمل منها فيلم مينيموم نص ساعة وقد يكون ساعة وقد يكون أكتر من فيلم باليوم. قبل ما نكمل، ليش اخترتهم بنات؟ ليش البنات؟ لأنه البنت بطبيعتها تعنى بالتفاصيل. يعني بتلاقي الشاب الولد بحب الأمور العامة، البنت متعودة من هي وصغيرة مهتمة بالميك اب، ظابطة من هون ولا منا ظابطة من هونيك، مهتمة بالتفاصيل. المرأة، والمرأة الفلسطينية بالذات، جزء لا يتجزأ من المجتمع، هي فاعلة جدا في المجتمع. فما بتخسري شيء بالبنت، بالعكس بتكسبي لما تكون البنت مش شاب. وبالفعل كتير سألوا طب ليش مش بنت وشاب؟ لأن منا قصة حب،
منا قصة حب، في عنا احنا كمان بدنا نفرجي للعالم الغربي مين هي الامرأة الفلسطينية، مين هي المرأة الفلسطينية وشو دورها بالمجتمع. عنا كتير أسئلة على هالموضوع، بس خلينا نشوف بعض اللقطات من هالسلسلة ونعود للحوار. As you see, the Israeli police, they closed the doors. يعني رمزي فيك تفسر لنا هيدي النقلة، يعني بالصور الأولى منشوف الفرح، منشوف الحياة الطبيعية العادية، ومنرجع مننقل لنشوف معاناة ومأساة وتعرض لإهانات يمكن، فكيف جمعت اثنين؟ هيدي حقيقة الوضع في فلسطين، عندك يوميا حياة عادية وفي عندك احتلال، وهيدا الاحتلال احتلال مقيت دائما. اللي بيعطيك إياه الصور هاي اللي أنت شفتيها، ضرب، غاز، اعتقال، شهداء، هيدا شيء يومي عنا في فلسطين. طب هيدا ما بينفر الرأي العام الغربي أو الأمريكي بالتحديد اللي أنت عم تجرب توصل له؟ يعني هاي الصور منشوفها على القنوات العربية دايما، يعني هاي الصورة الأساسية اللي منشوفها هالمرة بتشوفيها بطريقة مختلفة، لأنه عنا بالفيلم الكاميرا بتضلها شغالة، ما عمالها بتصور كليب ضرب، عمالها بتصور شو صار قبل الضرب، شو صار خلال الضرب، شو صار بعد الضرب، وعم تحكي مع الناس الطبيعيين الحقيقيين اللي موجودين في هاي الصورة. فبيصير عندك انت عن جد عمالك بتوصل الواقع، بينما الأخبار بدها توصل الخبر، بدها توصله في إطاره
فدائما احنا بالاخبار، وانا رجل اخبار، شو كنا بنعمل طول حياتنا؟ بنقطر هذا الخبر، هذا هو المهم، بنحطه على مقياس معين وبنعطيه لها الناس. بهاي الافلام ما عملنا هيك، بهاي الافلام اجينا قلنا سبحان الله، لو احنا بدنا نسوي دراما هلا مسلسل مثل المسلسلات السورية او التركية والى اخره، مليء بالدراما، مليء بالمشاعر، مليء في قصة معينة موجودة، لا، فلسطين بتوفر لك كل هيدا الحكي من طقطق للسلام عليكم، وما في داعي تكتبيه بدون سيناريو. يعني هذه فلسطين بدون سيناريو، سيناريو هيدا الحكي موجود امامك، الناس بدها تاكل وبدها تعيش وبدها تمشي. انت اخترت الانترنت طيب لتتوجه بهيدا السلسلة؟ التنين، الانترنت والتلفزيون. هالمرة شو اجينا قلنا؟ اولا كيف بدنا نبرهن انه هيدا فيلم حقيقة؟ قلنا بدنا نعمل 90 فيلم بتسعين يوم، احنا عملنا 105 بتسعين يوم. تقنيا هيدا الحكي ما مفروض انه يكون شيء ممكن انه يتسوى، لانه تقنيا حتى الواحد يسوي فيلم تلفزيون زي ما انت بتعرفي، لو قلنا نص ساعة او ساعة بده وقت، ما بتزبط انه بنفس النهار انا عمالي بصور بمنتج بعمل فينيشينج وحتى بنزل سبتايتلز وبطلعه بنفس النهار على الهواء مثلا. فاحنا كنا بدنا نبرهن انه هذا فيلم حقيقه، ما عندنا وقت اصلا انه احنا ندبلج او نرتب او نعمل، فسوينا هذا الفورمات وبالفعل نجحنا فيه. يوميا طلع الفيلم على الانترنت. شو الهدف الثاني؟ امكانيه اتصال المشاهد مع البنات، فصار في اشي اسمه انتر اكتيفيتي، يعني صار المشاهد قادر انه يحكي مع البنت اليوم لانه حضر الفيلم اليوم، يعني في تفاعل مع الشخصيات، صار في تفاعل، وصاروا البنات بردوا على الناس من خلال فيسبوك، من خلال تويتر، من خلال اليوتيوب، من خلال الايميل. هذا الشيء كمان بحد ذاته كان كتير مهم، لانه بصير في علاقة ما بين المشاهد وما بين البنت اللي عملها بتقوم بعملها اليومي في فلسطين، وممكن انه في شيء ما فهمه انه يعبر عن رأيه، او اذا عنده موقف سياسي ممكن يعبر عن رأيه. فاحنا كنا بنلاقي كتير ناس عمالهم بيعبروا عن رأيهم السياسي على مواقعنا كلها هاي، انه يا مع فلسطين، او انا كنت مثلا بموت باسرائيل وبدعم اسرائيل لكن بعد اللي شفته انا بطلت. فلقيتي ناس اللي تحولوا من موقف سياسي الى موقف نتيجة آخر، انه شافوا المشاهد هيدي على الانترنت. بالزبط. كيف نقلتوا من الانترنت للتلفزيون؟ عملنا ري اديت، الافلام كلياتها موجودة للتلفزيون، بدأنا الان بعرضها على 6 شبكات امريكية لاول مرة بالتاريخ. لاول مرة بالتاريخ عمالك بتحكي على كل فيلم من هاي الافلام حينعاد 3 مرات بالاسبوع. 105 افلام حتنعرض، يعني بخلال مدة كل وحدة نص ساعة للتلفزيون. عملنا أدت احنا نص ساعة، اللي هي 26 دقيقة تلفزيونية، نص ساعة تلفزيونية، لأنه هذا الفورمات الأسهل، وبنقدر انه يعني معظم الفضائيات تقدر انها تفرجي أفلام نص ساعة، بينما لو عملنا ساعة مثلا الفيلم كان ممكن بكون إمكانية عرضه أقل. نحن بنعرف يعني كل تحرك بيقوموا فيه يعني مجموعات عربية أو فلسطينية بيتعرضوا كمان لهجمة مقابلة. أنت كمان تعرضت من الناس اللي تعرضوا؟ بشكل كتير كبير. خليني أخبرك نجات شو اللي صار معنا. دخلنا بفيلمين من هاي الأفلام وإحنا عم نشتغل، يعني عمالة بنسوي المسلسل، نقينا فيلمين واعتبرناهم فيلمين أوكي، يعني فيلمين ما بمسحوا البلاط بإسرائيل كتير، أوكي، فيعني الدوز تبعهم واطي، ودخلناهم على الأمنستي انترناشنال هيومن رايتس فيلم فيستيفال، اللي هو منظمة العفو الدولية. منظمة العفو الدولية، ودخلنا بهالفيلمين بهيدا المهرجان الكبير اللي بيصير بواشنطن دي سي. بعد كم من يوم، بعد 3 ايام من عم بقرا على الانترنت ولا بجريدة أمريكية بيعلنوا انه تم منع هدول الأفلام. فبدأت أكتب رسالة لأمنستي انترناشنال، مفادها أنه يعني إذا إحنا كفلسطينية ما حنقدر أنه نطلع قضيتنا بأمنستي انترناشنال، ما عندنا أمل بأي مكان تاني. ولا بيجيني إيميل من أمنستي انترناشنال أنه صارت، أولا المنع كان خاطئ، منعتذر، صار في ضجة كتير كبيرة، شكلنا لجنة ودرسنا الموضوع، لقينا أنه هاي أفلام حقيقة، والمنع كان له علاقة بالخوف من الحقيقة. فإحنا كأمنستي انترناشنال ما بصير نخاف من الحقيقة، إذا بتقبلوا اعتذارنا رح نعمل مهرجان خاص بسليبلس إن غازا أند جيروزاليم بواشنطن دي سي
على حسابنا، ندعو عليه كل اللي تم دعوتهم للمهرجان السابق وإن شاء الله بترضوا بهذا الحكي. طبعا رضينا، بثلاثة جون صار هذا المهرجان بواشنطن. الناس اللي إجوا ليحضروا أفلامنا بواشنطن على المهرجان اللي عمل خصيصا إلنا كانوا أضعاف الناس اللي كانوا أصلا جايين يحضروا أفلامنا. سعدنا، الدنيا تغيرت، نجات ما عادت زي أول. طبعا قامت إيباك وقاموا كل اللوبيات اليهودية والصهيونية في أمريكا، لكن بنهاية المطاف إحنا كسبنا. هلا عمالنا بنعرض بأمريكا بسبب هذا الانتصار، إنه ما عاد أوكي وقف عندك خلص ستوب. صار في إشي اسمه enough is enough. ما عاد في الأمريكي كمان يقبل إنه هيدا اللوبي الصهيوني حيقرر كل شيء عنه. إحنا كعرب وكإعلام عربي لازم نستفيد من هاي المرحلة. هاي مرحلة جديدة مفروض إنه نستفيد، ومفروض أن نكون لاعب وليس متفرج، لأنه عادة إحنا بنقعد بنستنى هدية من ربنا تيجي وما بنشتغل. هلأ في عنا فرصة. أهلا وسهلا فيك رمزي، وبعرف أنه كمان في عندك مشروع آخر غير أرق في غزة والقدس، أنه تنتقل على مناطق أخرى أيضا من العالم العربي، يعني مدن أخرى. نتمنى لك التوفيق بمشروعك، ويمكن نرجع نلتقى فيكم نحكي عن هذا المشروع فيما بعد. شكرا لك رمزي على وجودك بترانزيت. مشاهدينا بعد الفاصل، ترانزيت بيروح من فلسطين إلى مقديشو، ومع فقرة زابت بعد الفاصل.